سلم على وسلم على عليها سيدنا الف محمد. صلاه، وان شاء الله يا ربي ديما تتلموا في الخير والبركه. ما زلنا مواصلين بحثنا فرقه النور او سلاميه النور بدار شعبان الفهري اللي قدموا لهم تحيه، حفلوا لنا جاهم بكري شويه. فما تعليقات ياسر مزيانه جاتنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. فالشيخ الحامي مره اخرى يعطيك الصحه، مرحبا بك يا سيدي. تعرفوا شويه على الفرقه ونتوندون سخنه لنا البنادر. سي محمد مرحبا بك. مرحبا بك، شنو احوالك سيدي؟ الحمد لله رب العالمين. يظهر لي الشعبنية عندهم غرام خاص بالسلامية. والله الشعبنية هي متأصلة فيهم السلامية. اي من سي حسن قلة، سي علي قلة، هذوما الناس القدم. اي سي حسن الربودي، سي المدب. أي. يعني متأصلة في دار شعبان، وهذا موروث تورثناه. اي والحمد لله متواصلين فيها. تشوف الشباب تبارك الله ما شاء الله. هو وضح يعني بحذاك نزيد نسلموا عليه. وضح شنو خويا؟ مرحبا بكم. لاباس سيدي خويا؟ قديش عمرك يا سيدي خويا؟ عمري 24. 24 رو، معناها قديش عندك في السلامية؟ عندي 3-4 سنين. وعلاش اخترت السلامية باش تنجم تعبر بين يعني ما قبل كل شيء؟ والله خاطر الدومين هذا حلو برشا، معناها واحد يصلي على سيدي النبي وذكر وكلام ربي وكذا، وتعمل جو وتعمل جو بربي. شبيبة شيخ الحامي اليوم كيفاش تستقطبوها باش تحافظوا على الفرقة متاعكم؟ والله الحكاية إذا كنتش الإنسان مغروم في ذاته ما تنجمش تستقطبه. ما هي كما نقولوا هي غرام، هو اللي يجيبه مش احنا نجيبوه. هو شعبنية غرام خاص بالسلامية كما قال لك حاجتنا. سي اش باش تسمونا توا؟ هاي سيدي يمين تفضل. أي. نحب حاجة يشيخوا عليها الشعبنية. باهي سيدي. باش نعطيكم سكوب. اي عندنا إنتاج خاص بينا، معناتها خادمين فرقة سلامية النور. اي على راسهم سي خميس بالحاج علي، هو معناتها كيما نقول البرودوي هذايا نتاعو هو. هاي خدمنا معاه كفرقه وكذا وعاوناه فيه وقدمناه، ان شاء الله باش نقدموه لكم كاس افتتاح. نسلموا عليه سي خميس. سي خميس شنو احوالك؟ عايشك مرحبا بك. امورك طيبه؟ اهلا بك الحمد لله. تحقت بالمجموعه بعد 5 دقائق ما بدات. مرحبا بك يا سيدي. الظروف طاقه. اي لا لا نعرف فضلك عليك يا سيدي. مرحبا. باش نسمعوا توا الانتاج هذا كيفاش وقيته؟ باش نسمعوا ان شاء الله صلي على سيدي نبي كلمات نتاعنا احنا نتاع مجموعه النور. على الحان اخرى توا تعرفوها تتعرفوا عليها في الخدمه ان شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يا شعبني ويكم صلي على النبي يا جماعة. هيا سيدي ملا نخليكم الكلمة فانطلقوا على بركة الله. هيا سيدي تفضل. بذكر محمد تطمئن القلوب، بذكر محمد تطمئن قلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. جانا بكتاب كريم فيه الخير ولله منشود. جانا بكتاب فيه الخير، فيه الخير لله منشود. صلي على سيد النبي. الله سيد النبي. الله ألف صلاة ما تكفي. ألف صلاة ما تكفي. وزيد الصلاة على النبي. الله على النبي. الله ألف صلاة ما تكفي. ألف صلاة ما تكفي. بصلاة نرقى ونسعى طه النبي محمد. والمروة من دير زمزم نروى. والمروة من دير زمزم نروى. بين الصفا والمروة من دير زمزم نروى. صعب علي نمشي
عليه صلي صلي النبي.
محمد على أمي صلوا عليه. يواسيني في فرحي وهمي يا فرحة نبي ويا عاشقين رسول الله والسلام عليه. زاد النبي وفرح نبي صلى عليه يا عاشقين رسول الله والسلام عليه. صلوا على بن آمينة صلوا عليه فارس مكة والمدينة يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. شارتني وعطاك الله عيشة وتوبة مقبولة هالي العالي شافت نبينا محمد طه عزيز يا غالي ليك الحمد يا مولانا ان شاء الله نوصل ونراها غلايا ليك الحمد يا مولا انا لاخلص وحلامينا سلام عليك صلى السلام
والملائكة الكرام عليك صلى السلام عليك صلى السلام والملائكة الكرام والملائكة الكرام كل مسلم هي كلامه كل مسلم هي كلام تتلى كل حين يا محمد اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا شد الحسنين سلك بالصحاب اشفع فينا يا نور العين يا سيدي يا ابا الزهراء يا سيدي يا ابا الزهراء بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف راديو ماد تعيشكم الأجواء مباشرة من قلب مدينة الأغالبة